الهجن مفيدة، لبنها مفيد. انطلق الشوط. سالم سكمل معاك حديثنا المتبقي عن المستقبل، ولكن مشاهدينا الكرام هكذا تتواصل الأشواط، وهذا هو الشوط الثامن الخاص باللقاية قعدان وجوائز نقدية، والزميل محمد بن بريك المري هو المتواصل معكم بالتعليق. شكرا للزملاء، سعدنا حقيقة بهذا الحوار الجميل. بسم الله الرحمن الرحيم، أيها الأخوة مشاهدينا الأعزاء، ما زالت أشواطنا متواصلة، وانطلق قبل قليل الشوط الثامن في ترتيب أشواطنا لهذه الفترة الصباحية، وهو الشوط الرابع، الشوط الرابع للقاية القعدان، وانطلاقة سليمة، وهذا ما نتمناه بطبيعة الحال، وأرى أعداد كبيرة تشارك في هذا الشوط، نتمنى لهم التوفيق. ونذهب مباشرة لنرى المقدمة، مقدمة الشوط أيها الأخوة مشاهدينا الأعزاء مع مطران، وتعود ملكية مطران لحمد محمد بو صلعة المري، هو من سيطر على مقدمة الشوط منذ الانطلاقة، بينما نقلع على المركز الثاني اللي نرى في ثاني المراكز في هذه اللحظة اللي يتسلل إلى ثاني المراكز هنا عز الجيش لحمد بن الصياح المري، ولكن ينخطف المركز الثالث من أقصى اليمين، من أقصى اليمين اللي أرى اللي غير هنا مشكور لفهد بن سليم، لفهد بن سليم هكذا الدون اللي انتقل وخطف مقدمة الشوط، أو ما تزال المقدمة حتى هذه اللحظات تحت أقدام مطران. المركز الرابع أيها الأخوة مشاهدينا الأعزاء في رابع المراكز سراب لمحمد بن سلطان بن هويمل العامري، والمركز الخامس، المركز الخامس اللي أتانا واحتل المركز الخامس مياس لمحمد بن مسلم بن قزول العامري. هذه النتيجة أيها الأخوة مشاهدينا الأعزاء للخمس المراكز المتقدمة الأولى، بينما الجوائز النقدية القيمة من المركز الأول وحتى المركز العاشر، وهناك أسماء كثيرة وكبيرة خلف الخمس مراكز الأولى وخلف الكاميرا أراها بالعين المجردة، انتظروها أيها الأخوة الأعزاء في الكيلومتر الأخير ستدخل أسماء كبيرة. الله الله، ونعود إلى مقدمة الشوط، ونعود إلى الصدارة، الصدارة منذ الانطلاقة وحتى هذه اللحظات تحت أقدام مطران لمحمد بن حمد بو صلعة المري، هو من يسيطر على مقدمة الشوط مطران. الله الله، بينما المركز الثاني، المركز الثاني أرى التسلل من قبل عز الجيش لحمد بن الصياح المري. المركز الثالث، المركز الثالث أرى في هذه اللحظات حتى هذه اللحظات سراب لمحمد بن سلطان بن هويمل العامري، بينما نقلع المركز الرابع لنرى في رابع المراكز مياس لمحمد بن مسلم بن قزول العامري، بينما نقلع المركز الخامس، نقلع المركز الخامس ايها الاخوه مشاهدينا الاعزاء اللي يتسلل الى خامس المراكز، ولكن رقمه محجوب عني حتى هذه اللحظات. المركز الخامس او حتى اذا التسلل على من قبل شاهين لصالح بسالبين العامري، هو من احتل المركز الرابع والمركز الخامس من واقع الشعر، ما لم نرى رقمه حتى هذه اللحظات. ونعود الى مقدمه الشوط والى الصداره مع مطران، مطران لمحمد بن حمد بن صلعه المري، هو من يسيطر على مقدمه الشوط منذ البدايه ومنذ الانطلاقه. محمد بن حمد بن صلعه يسيطر مع مطران على المقدمه، ولكني ارى التسلل من قبل عز الجيش في هذه اللحظات، يتسلل عز الجيش لحمد بن الصياح المري. الله الله، المركز الثالث، المركز الثالث ايضا القدوم من شاهين صالح بن سالبين العامري. المركز الرابع اللي لم نتعرف عليه قبل قليل ها هو يتضح رقمه، لنرى المركز الرابع مبشر لمحمد بن سيف بن ماجد المزروعي، بينما المركز الخامس في هذه اللحظات مياس لمحمد بن مسلم بن قزول العامري. هذه النتيجة أيها الأخوة مشاهدينا الأعزاء للخمس المراكز المتقدمة الأولى، وأرى سيل من اللقاية خلف الخمس المراكز المتقدمة الأولى. يا حسين يا حسين، انتظروا في اللحظات في التوقيت المناسب، ولكن نعود إلى من احتل الصدارة في هذه اللحظات وخطف المقدمة. يا سلام يا شاهين، صالح بن سلمين العامري، يا سلام يا شاهين، ولكن أرى الخطورة أيضا، الخطورة على المركز الثاني القادم، مبشر لمحمد بن سيف بن ماجد المزروعي. يلا يا مبشر، يلا يا مبشر، المركز الثالث، المركز الثالث في هذه اللحظات، أرى المركز الثالث عز الجيش لحمد بن الصياح
المري، بينما المركز الرابع في هذه اللحظات القدوم من الشارد لشاهين بن خلفان المزروعي. المركز الخامس أيها الأخوة الأعزاء غزيلان لسهيل بن سالم الدري الفلاحي. هذه نتيجة أيها الأخوة مشاهدين الأعزاء للخمس المراكز المتقدمة الأولى وشاهين أيها الأخوة مشاهدين الأعزاء ذهب إلى الزعفران وذهب إلى الجائزة النقدية الكبيرة، يريد أن يحقق الناموس والناموس 1500 متر الأخيرة. ويا صالح بن سالم العامري الناموس أكبر من كل شيء، أكبر من الجوائز المادية. الله، كلمة ناموس تعني الكثير والكثير عند ملاك الهجن ومضمرينها. وشاهين حتى هذه اللحظات منفرد انفرادة ممتازة بعد أن قادرنا 1500 متر الأخيرة. الله الله، ولم تصدر عليه أوامر، وبدري على الأوامر، والتركيز في مثل هذه الأشواط مطلوب، وغلطة شاطر بعشرة. الله الله، إذا شاهين حتى هذه اللحظات صالح بن سالمين العامري، ولكني أرى التسلل والدخول من قبل في هذه اللحظات قرناس لعوض بن مرزوق البلوي، هو من أتانا وتسلل إلى المركز الثاني قرناس. المركز الثالث في هذه اللحظات الشارد لشاهين بن خلفان المزروعي، يريد أن يشرد من هذا الضيق، الشارد يريد أن يبتعد من هذا الضيق. المركز الرابع غزيلان لسهيل بن سالم الدري الفلاحي. المركز الخامس أيها الأخوة مشاهدين الأعزاء هملول لمحمد بن صالح الحميري. ونعود إلى الصدارة، نعود إلى شاهين. الله، المنصة بانت، خط النهاية يقترب. وشاهين حتى هذه اللحظات، حرك يا مالك شاهين، اشرد يا مالك شاهين. الله، القدوم، أرى الموقف خطير، أرى القدوم. الله الله، أول الواصلين في هذه اللحظات هنا أبرار لمحمد بن راعي الشيجة، ولكن راعي الشيقة العامري. ولكن أيها الأخوة مشاهدين الأعزاء، شاهين مشاهدين الأعزاء حسب مجريات هذا الشوط حتى هذه اللحظات، شاهين يسيطر على المقدمة بشعار صالح بن سالمين العامري. الله يا العامري، أهالي العين ينتظرون سلامات يا أخوي، أرشها لمدينة العين، أهدي السلامات لمدينة العين، يا سلام. ولكن أرى القدوم، يا سلام، القدوم في هذه اللحظات من وبران لمحمد راعي الشيجة العامري. العوامل يسيطرون على المقدمة. الله الله الله، ومبارك بن عبد الواحد العامري قادم، ولكن شاهين يصر على اهداء الناموس الى صالح بن سالمين العامري. شاهين، والله الله، تهانينا لمالك شاهين، ولكن الله الله، ينخطف مقدمة الشوط، تنخطف المقدمة من قبل مبارك بن عبد الواحد العامري على ظهر الديب اللي أتانا وغير الأمور في اللحظات الحاسمة بعد أن هنينا وأهدينا. ولكن أنت تريد وأنا أريد، والله سبحانه وتعالى يفعل ما يريد. تهانينا لمالك الذيب مبارك بن عبد الواحد العامري على فوزه بالمركز الأول. المركز الثاني أتانا به شاهين لصالح بن سالمين العامري. المركز الثالث محمد راعي الشيجة العامري. المركز الرابع سعيد محمد بن وضحه المري. المركز الخامس انهيان بن محمد بن ركاط العامري. تهانينا ألف مبروك. إذا تشاهدون أيها الأخوة مشاهدين الأعزاء لحظة اختطاف الذيب لناموس الشوط، قطع المسافة الذيب في 8 دقائق وثانية واحدة و22 جزء من الثانية. تهانينا ألف مبروك لمالك الذيب مبارك بن عبد الله. مبارك بن عبد الواحد بن خزاع العامري. تهانينا ألف مبروك على، والسلامات تذهب لأشقائنا في الإمارات العربية المتحدة وتحديدا لمنطقة الويقان. بينما المركز الثاني شاهين، وقطع المسافة شاهين في 8 دقائق وثانية واحدة و23 جزء من الثانية. تهانينا ألف مبروك لصالح بن طاسة العامري على فوز شاهين بالمركز الثاني. بينما المركز الثالث انتظر لحظات وصول المركز الثالث إلى خط النهاية. المركز الثالث أتانا في ثالث المراكز وبران، وقطع المسافة في 8 دقائق ثانيتين و16 جزء من الثانية. تهانينا ألف مبروك لمحمد راعي الشيجة العامري
على فوز ابراهيم بالمركز الثالث في هذا الشوط التهليني، والف مبروك لكل الاخوه الفائزين، وحظا اوفر لمن لم يحالف الحظ في المرات القادمه. اما في هذه اللحظات الكلمه ايها الاخوه مشاهدينا الاعزاء تعود مره اخرى الى زميل سعد. دواء هذا العلاج سعد، انت لو تلاحظ كل دواء فيه نسبه من المنشط 2% 5%، بس تاكد انه يكون خالي من المنشط ويعالج مطيته، والله يوفقهم ان شاء الله، ونتمنى ان شاء الله التوفيق لكل الجميع المشاركين. شكرا لك سالم بن سعيد بن حضيرم. اذا مشاهدينا الكرام متابعينا الاعزاء، كان هذا هو حوارنا مع الزميل المعلق القدير حقيقه سالم بن سعيد بن حضيرم الكتبي، والذي